كيلو 64، قصة صيدلي شاب قرر انه غير مجاله ويتمسك بطموحه، لكنه كان في مجازفة كبيرة بشكل او باخر بانه يتحول من دكتور صيدلي لصاحب استثمار زراعي، وكان عايز طبعا يستثمر في مزرعته في الكيلو 64 على طريق مصر اسكندرية. بيتكلم عن وائل الشناوي اللي عنده 24 سنة، كان متأثر بروح ثورة يناير بشكل او باخر، عايز يعمل مشروع الخاص، قرر ان هو يزرع الصحراء، لكنه طبعا تأتي الرياح دايما زي ما بيقولوا بما لا تشتهي السفن، كان فيه صعوبات وطبعا عقبات كتيرة. مهم الصعوبات والعقبات الكتيرة دي توقفها أخوه المخرج أمير الشناوي، وقرر إن هو يحولها لفيلم وثائقي، ويكون الفيلم الوثائقي الوحيد المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي في مسابقة آفاق عربية. والحقيقة إنه الفيلم أثناء عرضه كان تقريبا أرش كومبلي زي ما بيقولوا، كان طبعا في حضور كبير جدا، وكان في إشادة جماهيرية وإشادة كمان من قبل النقاد. تقريبا أغلب الصحف العربية والقنوات العربية الإخبارية تكلمت عن الفيلم بشكل إيجابي جدا، وده اللي مخلينا حابين ان احنا نسلط الضوء الاكبر على ايضا تجربه الكيلو 64، واحد من اهم الافلام الوثائقيه المصريه في الفتره الاخيره. خلونا نرحب بالمخرج الاستاذ امير الشناوي، اهلا بيك. صباح الورد. وطبعا بطل القصه والحدوده الدكتور وائل الشناوي، اهلا بيك، نورتنا في صباح الورد. اهلا بيكم صباح الورد. ويمكن وائل يعني صيدلي و شهادة كبيرة، مش أي حد بيعرف يدخل كلية طب أو صيدلة، بتبقى من كليات القمة زي ما بنقول. عندك وظيفة ضامنها في شركة أدوية، اللي التحدي اللي يجي لك إن أنت هتسيب كل ده وقصة الفيلم بقى وتروح تستزرع وتستصلح الأرض الزراعية بتاعتكم، يعني إيه اللي حصل وكنت عايز تعمل كده ليه أصلا؟ أوكي، أنا اولا انا دخلت الكليه بمزاجي، يعني ما حدش قال لي انت عشان جاي مجموعه كمان، يعني دخلت الكليه بمزاجك انت اللي مختار. انا اللي مختار، بس يعني لما ابتديت في الكليه كده وشفت المجال، يعني انا ما كنتش عارف انا حابب ايه، فقلت كليه صيدله من كليات القمه خلاص ومستقبلها كويس هدخل. تمام. انا بقى يعني اكتشفت في سنه رابعه كليه ان انا حابب البيزنس، ومن وانا صغير حابب الزراعه. اوكي. كنت بفكر احاول من الكليه، بابا قال لي لا كمل وبعد كده اشتغل اللي انت عايزه. في اخر سنتين في الكليه بقى ابتديت اركز في الانشطه الطلابيه اللي ليها علاقه برياده الاعمال، وابتديت يعني اقرا عن البيزنس شويه والزراعه وكده. انا حبيت فكره رياده الاعمال، يعني فكره وخصوصا الزراعه، ان انا بحس ان انا عملت مشروع زراعي ونجح، يعني انا مش هنجح لوحدي. كلكم هتنجحوا والبلد كمان انت هتزود اقتصاد في البلد. انا بحس ده كان مرتبط ان عندكم ارض مثلا كده كده. بالظبط، يعني انا بابا كان بيزرع من يعني في سنه 94 كنا صغيرين، بس قعدنا 7 سنين عايشين التجربه، وكمان جدي كان بيزرع برضو وبيتاجر، فانا كنت دايما في الاجازات بقى بروح، فده اللي ارتبط، يعني ده اللي زود حب الزراعه عندي يعني. دي كانت بدايه الفكره. دي كانت بداية الفكرة، يعني ان انا عايز اعمل حاجة يكون ليها اثر اجتماعي مع ان انا اكسب منها برضه. اكيد. حلو جدا.